يوم 6 شباط كانت بالضبط بساعة 4 شوي بمنتصف الليل وش الصبح تقريبا، العالم كلها نايمة فجأة، ولا بصير شيء غريب أو إحساس غريب أول مرة منحسه. فقنا قلنا شو إنه البيوت كلها عم تنهز، عم بترج كل البنايات، كأني حسينا بدها توقع فجأة فجأة. كان خوف رهيب، منظر فظيع، ما بعرف. فقنا وفقنا من هيدي حالة الرعب اللي كان لاحظتها ما بينوصف، ما في كلمات تنقل أبدا. المهم أمنا عدنا لهدا هدية الوضع شوي، العالم ما بقى تعرف كيف بدها تهرب من البيت، بدها تطلع من تحت سقف البنايات، ما بدها سقف. رقد نزلنا على الشوارع، والشوارع إحساس غريب كان، عالم كله فجأة. إمتى نتعبت هالشوارع؟ كيف نزلوا هالعالم؟ فعلا كان شعور غريب، إحساس غريب، ما بعرف كيف بدي أحكي، ما عم بعرف كيف بدي أوصفه. المهم مرقت على خير الحمد لله، الزلزال ورا زلزال، هزة ورا هزة، المهم مرقت الحمد لله لحتى وصلنا هاليوم. هلا نحن جايين في معونات، جاية في مساعدات، الله يخليهم اللي عم بيسعوا وعم بيبعثوا لنا هالمساعدات. الشعب اللي عنده بحاجة، فعلا بحاجة، وضع كتير تعيس، أعمال ما في، وضعهم تعيس كتير. بتمنى انه دايما تستمر هالشيء.